بيان ونداء رقم واحد إلى كافة رجال القوات المسلحة البواسل والحرس الجمهوري الأشاوس ورجال الأمن الميامين، أنتم درع الوطن. إلى المنطقة العسكرية الوحيدة المتبقية من أصل خمسة وإلى الحرس الجمهوري ورجال الأمن تتوجه قيادات الجيش المحتضنة لثورة التغيير اليمنية بالدعوة إلى الانضمام. فالانفلات الأمني الذي تشهده ولا تزال بعض المدن يتهم الرئيس صالح شخصيا بالمسؤولية عنه، وتأبى بعض القيادات الانصياع لأوامره. مسجلين ذات الشكر لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان لموقفهم الوطني الشجاع الذي تمثل في رفضهم لأوامر رئيس النظام بإخلاء المعسكرات وتسليم آلياتها للمجاميع المسلحة من زبانيته للعبث بمقدرات الشعب والوطن. زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوب اليمن شهدت إحدى الاتهامات التي وجهت للرئيس صالح بعد الاستسلام المريب لقواته الحكومية واستباحة المدينة من قبل عشرات المسلحين، الأمر الذي استلزم استذكار تبريرات النظام لقمع المتظاهرين سلمة كلما عزموا التحرك بالقول بحرمة المنشآت الحكومية. ما يحدث هو يبعث بعدد من التساؤلات، كيف سيطرت هذه الجماعات على هذه المراكز الحكومية في أبسط سهولة في أسرع وقت ممكن، بينما هم لا يتعدون العشرات. هذه الجماعة يعني وصفت من قبل الأهالي بأنها فزاعة للمجتمع الغربي، وفي ظل الضغط الدولي والإقليمي على النظام اليمني قام النظام باستخدام مثل هكذا. أوراق المشهد الإنساني لم يغب من زنجبار ويرويه أحد وجهاء المنطقة. كنت عيان أؤكد أن البذر نلقاه في الشوارع نساء وأطفالا، وأن كثير من البلاجل دمرت على رؤوس أهلها ولا زالت تنفس تحت الأنقاض، ولا يوجد هناك لا مياه ولا كهرباء ولا مواد تموينية ولا طرق مقطعة، وجميع الجرحى الذين حاولوا الناس أن يسحبوهم إلى عدن منعوا من دخول محافظة عدن. أصحابي الله ولا حد يبقى هنا على المشهد القبلي أعلن المكتب التابع للشيخ صادق الأحمر أن وزارة الإدارة المحلية هي الأولى التي غادرها أنصاره بعد اتفاق الوساطة، وقال إنهم لن يتركوا باقي المنشآت حتى تلتزم قوات الرئيس بتعهدها بإفراغ الأماكن التي تسيطر عليها. هتاف التأكيد على نهج الثورة اليمنية أطلقه ثوار تعز وهم على مرمى من الحجارة والنيران، فقوات الأمن ومن يسمون البلاطجة عادت إلى المشهد الثوري لليمن بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ضد من خرجوا يطالبون بالإفراج عن معتقلين أمام مبنى مديرية القاهرة المجاور لساحة الحرية، وسقط قتلى وجرحى. اللهم قوي حكيمتنا، اللهم عليك بكل الظالمين. بوتيرة متسارعة تتنقل إذا مشاهد اليمن في الآونة الأخيرة بين العسكري والقبلي والشعبي الثائر، لكن البعض لا يراها سوى أنفاس حكم صالح الأخيرة التي وقفت عاجزة أمام إرادة الشعب.